التوفيق. نتمنى التوفيق سمع للعاصمة تعملين في الإحماء. نتمنى التوفيق وريح الجبل زياد البرادعي. نتمنى التوفيق. الشاب البريق برنس مدير الجمال مروط لاركات ابن نجم الكريم مع الخيالية سابو جبل يدخل أرض الميدان ويشارك في بطولة فلسطين على مسافة الفطر الفئة الثالثة المصنف بها. نتمنى التوفيق نجم الكريم مع إياس قصر البوابات بتدريب محمد نمر عرفات نجم الكريم مرضى عرفات. نتمنى التوفيق والخيال خالد السعدي باللون الاحمر. نتمنى التوفيق في بطولة فلسطين على مسافة 1000 متر شوط الفئة الثالثة المجموعة التاسعة من مهرجان اليوم. البرنس بن لهيب مع خالد السعدي في عملية الاحماء بعد البوابات. حسن خالد اسعى بوابات صالح الزكي على صفوف امير النور ابن امير البريق. نتمنى التوفيق بدخول البوابات بالملك يوسف فرحان بطولة الشوط التاسع بطولة فلسطين هنا على ميدان الشهيد ياسر عرفات الفئة الثالثة المصنفة باء. نتمنى السلامة والتوفيق لكل المشاركين في هذا الشوط. نجم الكريم مدير الجمال ريح الجبل قيصر النيل البرنس وامير النور ستة فحول ستة ذكور في هذا الشوط. اذا اكتملت بوابات الانطلاق المجموعة التاسعة لحظات وطنة الانطلاقين في البوابات الشوط التاسع النجم الاحمر نجم الكريم ياس ابو جبل ادير الجمال سلمان العصب ريح الجبل زياد البرادعي قيصر النيل محمد حسوني وامير النور مع احمد صالح الزكي. نتمنى السلامة والتوفيق لكل المشاركين في هذا الشوط. انطلقت بطولة ابطال فلسطين للشوط التاسع والمجموعة التاسعة شوط الفئة الثالثة المصنفة للمنافسة على البطولة على مسافة الألف متر نجم الكريم مع إياس أبو جبل أدير الجمال مع سلمان العصر يا ساتر ريح الجبل مع زياد الجراب قيصر النيل مع محمد حسوني البرنس بن لهيب مع خالد الصادي أمير النور من أمير البريق مع صالح الزكي. أمير النور في صدارة الشوط أدير الجمال يأتي من الخلف بكل قوة مع سلمان العصر أمير النور ابن الفهل أمير البريق مع صالح الزكي في الصدارة بقية الجهات تحاول الخلف أدير الجمال
قدير الجمال والفحل نادر الجمال ولقبه اللهيب يتزحم الصداره الان مع الخيال الكبير سلمان العصم امير النور من الداخل سلمان العصم من الخارج ياتي مع قدير الجمال قدير الجمال قدير الجمال وامير النور صالح الزكي وسلمان العصم قدير الجمال قدير الجمال يتربع على مشاهد ابطال فلسطين للشوط التاسع الساعه الثالثه قدير الجمال نادر الجمال ولعبة اللهيب بقي براءة مع سلمان العصم قدير الجمال على التصويت السلام عليكم